النهارده، والنهارده باذن الله هنتكلم في حلقه جديده من حلقات اي ال سي بي دي. استكمالا للحلقات السابقه، الحمد لله اللي وضحنا فيها عدد كبير جدا من الاسئله المتعلقه باختبار اي ال سي بي دي، وحابب اشكر كل الناس اللي تواصلوا معايا من جميع انحاء الوطن العربي، من مصر ومن هنا من الخليج العربي. يعني اتمنى ان يكون المحتوى يعني بيفيد وبيدعم او بيوصل المحتوى، بيوصل معلومه ليكم. والنهارده باذن الله هنبدا نتكلم على 20 سؤال من اكثر الاسئله مهمه عن اختبار اي ال سي بي دي، وردا على بعض الاسئله المتعلقه بالكورس او محتوى الكورس الخاص بالاي ال سي بي دي الامريكان لانجويج كورس بليسمنت تيست. فهو ما هو الا توضيح للاختبار، بدايه تعريف الاختبار، بيكون فيه بعد كده شرح كامل لقواعد اللغه الانجليزيه، وده بيكون منقسم لشقين. الناس اللي هم في اختبار اي ال سي بي دي عايزين يوصل، او حد عايز يوصل لسكور اعلى من 60 او 70 او 80، ففي الحاله دي لازم يكون عنده الجرامر كويس، او حد عنده اختبار اي سي ام، ففي الحاله دي برضه بيكون ان هو هي نيدز جرامر، بيحتاج الجرامر. بيكون في تدريب على الاستماع، ولما نوصل لنقطه الاستماع فهنا احنا وصلنا لاهم بيلر، اهم عمود في اختبار الاي ال سي بي تي. ليه؟ لان الاستماع 66% يعني تقريبا ثلثين الاختبار. فاحيانا تواجه مع بعض الطلاب اللي هو يكون عنده حافظ كلمات المنهج ممكن 36 كتاب حافظهم، من 1 ل 36 حافظ كم كبير جدا من الكلمات، ولكن لما بيدخل الاختبار when he starts to listen to a single sentence or question، لما بيبدا يسمع سؤال واحد او question او ايا كان الاستماع اللي بيكون متعرض ليه، he can't deal with it، ما بيعرفش يتعامل معاه. ليه؟ لان الاستماع عنده ضعيف. So I advise all of you، نصيحه ليكم للجميع، سواء كنت اختبرت او لسه هتختبر، سواء حصلت على الدرجه او لسه ما حصلت عليها، لازم يكون عندك يوميا at least one quiz او one تيست، وان فول تيست، تسمع اختبار كامل على الاقل، سواء كنت رايح دوام او راجع او في البيت او في العمل او في اي مكان. في الحاله ديت انت بتمرن الاذن ان هي تكون able to listen and understand this accent and this type of questions، بتدرب الاذن ان هي تكون على وعي بنوع الاسئله وكيفيه التعامل معاها. طيب في حاله ان انت بدات تتدرب على الليسننج وبدات تعلي مهاره الاستماع عندك، فهنا انا ابشرك ان الاختبار بالنسبه لك هيكون سوبر ايزي، يعني هيكون اكثر من سهل، لان زي ما اتكلمنا سابقا ان الاختبار ما هو الا محتوى كلمات بنسبه 85 ل 80 اللي ممكن احيانا يصل 90% للفوكابولري، سينونيمز اند انتونيمز، مترادفات ومتناقضات او مضادات. So let's go now to this part اللي هو الجزء اللي بعد كده، هنبدا نتعرف فيه على توب 20 questions، يعني كحلقه ثانيه اضافه للحلقات السابقه، وان شاء الله تستفيدوا منها. حاول قدر الامكان ان الشرح هيكون باللغتين، باللغه الانجليزيه وباللغه العربيه مع بعضهم، لان في بعض الناس من دول غير عربيه بيتابعوا معانا الكورسز او بيتابعوا معانا الفيديوهات اللي هي مختصه بالاي ال سي بي تي، فبرضه عشان يكون ليهم جزء من الشرح، والاديشن او اللي هو المين بارت ويل بي ان ارابيك، يعني الشرح الاكثر هيكون باللغه العربيه سو ذات يو كان اندرستاند ات. النقطه الاخرى اللي هو نصيحتي ليك انك عندك 3 بيلرز، ليسننج اهم شيء، ليسننج استماع، بعدين عندك جرامر او عندك فوكابولري، اهم شيء بعد الاستماع الفوكابولري انك تعمل حفظ للكلمات، ثالث شيء انك يكون عندك جرامر وبراكتس على الجرامر. 3 elements، listening 66% يعني لازم يكون الاستماع 100% عندك كويس، وان لم يكن 100% بتحاول تعود نفسك على الاختبار بحيث انت تكون your ears are catch، يعني can catch the question and answer or recognize the answer easily. رقم 2 الفوكابولري، والقائمة بتاعت الفوكابلري في التليجرام أو في أي مكان أيا كان، بتبدأ تحفظ الفوكابلري الخاصة بالأمريكان لانجويج كورس في بوكس موجودة، كل كتاب تقريبا 5 صفحات، حاول تدرب نفسك عليها. نمبر 3 وهي الجرامر، حاول تدرب على جرامر قواعد خاصة من الأسئلة اللي ليها علاقة بالأمريكان لانجويج كورس. So let's go together, let's have a look at this file and we will do it together. والآن ننتقل للملف، وإن شاء الله بنشوف أنواع الأسئلة اللي موجودة معنا النهاردة، وإن شاء الله الجميع يستفيد منها بإذن الله رب العالمين. Let's start with the first one. Okay, the first one here we have Jerry went to a technical school for 6 months. How long did he attend the school? The question here is quite easy. عندي هنا كلمة 6 months، 6 months اللي هي معناها 6 شهور. فطالما 6 شهور وعندي هنا أربع خيارات،
عايزك لما تسمع السؤال ده تكون حافظ الإجابة أو عارف الإجابة immediately you can do it. A full year سنة كاملة, half a year, a quarter of a year, 15 weeks. It's obvious that it's half a year. ست شهور اللي هي half a year اللي هي معناها نصف سنة. This is the first question. Okay, so here the period of 6 months is equal to half a year. So when you just hear this lesson or hear this listening or this question inside the test itself, the correct answer that you are going to choose is half a year. Let's go to the next point. Here we are, number two. The two objects were made from the same mold. How did they look? When you just find this one here, made from the same. Here in the question, or in the test, you'll find here the same. The same as, or made from the same thing. يعني مصنوع من نفس الشيء. مصنوع من نفس الشيء ده معناها ان هي الكلمة الوحيدة اللي هي هنا alike. Alike معناها متطابق او متشابه. طب if he said in the test they are alike or they are the same, means في بعض الاختبارات in some tests you'll find this word here identical. So you can choose it. Identical is the right answer. يبقى هنا لو يكون عندي made from the same mold, made from the same thing, they are alike. ممكن كلمة تاني, they are similar. Similar means متشابه, يعني نفس المعنى برضو. So when you find one of these questions, the test, what you need to know is to find the keyword. الكيورد هنا للكلمة المفتاحية اللي هي made from the same. Made from the same يعني مصنعين من نفس الشيء. Let's go for the next point. Number three here, the mess hall is in the central part of the page. الموضوع كله I don't care, بس هي الكلمة اللي أنا عايز أركز عليها كلمة central part. Central معناها متوسط أو في وسط المكان. فهنا in the central part مع كلمة هنا it's in the middle, on the edge, near the front, it's on the highest point. The correct and the right one, it's in the middle. Middle أو ممكن يجيب لي كلمة center. كلمة center اللي هي معناها المنتصف أو اللي هي اللي هي نقطة المنتصف أو the middle يعني في المنتصف برضو, هي دي الإجابة الصحيحة لهذا السؤال. So when you find this word here, central means in the middle. So when you find, when you hear it, when you just find it inside the test, the correct answer that you are going to take or going to choose is in the middle. The next point here, he was a passenger on the bus. كلمة passenger معناها راكب. فلما تسمع كلمة راكب اللي هي كلمة passenger ديت, وعندك هنا ثلاث كلمات اللي هي أو أربع كلمات منهم ثلاثة, you can choose them. The first one here, clean معناها ينظف, work معناها يعمل, polish معناها يلمع. يعني الثلاثة معناهم أصلا بعيد جدا عن المعنى اللي احنا عايزينه هنا في كلمة passenger. فthe best answer هنا هي كلمة rode on. Rode on معناها يركب أو كان راكبا في الماضي, راكبا يعني. He rode on it. Ride rode. كان راكبا في هذا الباص أو هذه الحافلة. The next question, let's go for this. When we went on the picnic, we participated in many games. عندي هنا برضو الكي أنسر, وهنا بمعنى السؤال, لما رحنا بنزهة we participated in many games. كلمة participated هي دي اللي أنا عايزها. ليه؟ لأن أنت عندك هنا we games games games. فالكلمة المختلفة هي كلمة watch ولا play ولا got tired ولا thought. كلمة participate معناها يشارك. كلمة participate كلمة بمعنى يشارك. طيب إيه المعنى الصحيح ليها؟ هي كلمة played. play معناها لعبة. هي دي المعنى الوحيد لكلمة يشارك. فعندي هنا كلمة participate, وفي عندي كلمة take part in. take part in برضو معناها يشارك. take part in في بعض الاختبارات يكون موجودة كلمة take part in بدل كلمة play. وفي عندي كلمة share برضو معناها يشارك أو يقتسم أو شيء زي كده. ولكن الأكثر في الاختبار انتشارا كلمة play مع كلمة take part in. both of them يعني شبه repeated in the test. So the correct answer here for the word participated is the word played. Means we played these games, we participated in them. We did them. The next one, let's go for that. The trip was very long. What was long? هنا السؤال برضو طويل, وعشان خاطر انه طويل او كده برضو في كلمة واحدة هي اللي عليها التركيز, كلمة trip.
تريب معناها رحلة. So when you hear this word, حتى لو ما عرفتش تسمعها في الاختبار، على طول هتكون عارف إن كلمة journey هي الإجابة الصحيحة. لأن السؤال لما بيتكرر أو النموذج لما بيتكرر، بيتكرر كامل الأسئلة 100% منها تقريبا. فهنا عندي هنا the trip was very long. What was long? It was the journey. The journey معناها الرحلة كانت طويلة. After that, let's go for this point. Yeah, Sandra made a long distance call. ودي يعني it's so old for us to know this. يعني شيء قديم جدا. ولكن let's clarify it. This is a city and this is another city. A long distance call from one city to another. اللي هو كان مشهور زمان بكلمة الترانك أو إن هو من مدينة لأخرى أو من مكان لمكان آخر. يعني it's not a local city. يعني مش لنفس المدينة. إن عندك هنا business office, public phone. عندك هنا another city was low rate. لا it was to another city. والكلمات دي كلها معظمها موجود في كتب من 5 إلى 9 ومن 5 إلى 10. فلو حابب إن أنت ترجع للكلمات محتوى الكلمات أو حابب تحفظ الكلمات you can go back if you want to memorize these words to books from 5 to 10. You will find all these words inside these books. So you can memorize them. تعرف تحفظهم وتدرب نفسك عليها. This point here. The parents are watching. وده السؤال دوت مش شبه مكرر، يعني من كتر ان هو مكرر يعني اصبح انه سخيف شويه. The parents are watching their children cook the food. انا مش مهم عندي كلمه parents او watching their children، عايز بس كلمه watching. كلمه watching بتيجي ليها تقريبا ثلاث او اربع كلمات مترادفه. اول شيء كلمه look at. Look at معناها ينظر. عندي كلمه observe، ودي كلمه observe دايما بتيجي مع كلمه he observes the carpenter مثلا. Carpenters يعني يراقب العمال أو يراقب النجارين، اللي هي he is watching them أو he is looking at them. عندي كلمة تانية طويلة شوية أحيانا بتيجي في بعض الاختبارات keep an eye on، يعني يبقي نظره على، بس دي نادرا يعني ما بتجيش كتير، ولكن في بعض الاختبارات بتيجي في الاختبارات بشكل متكرر. So what I want you to do is to put all of them in your mind. مش هيخسروك شيء. Watch معها كلمة look at، معها كلمة observe، معها كلمة keep an eye on. Put them in your mind. So when you are in the test, if you find the word watch, you can just. عندي بعض الكلمات تانية زي كلمة monitor، كلمات زي كده، بس not what we can say. يعني not common، يعني مش منتشرين بشكل كبير يعني. ولكن حط دول في بالك بحيث انك تقدر تسترجعهم بشكل سريع. The next point, let's go for that. Okay. Yeah. My socks have disappeared. My socks have disappeared. Socks اللي هي الشرابات. Disappeared معناها اختفى. هذا المعنى. طيب هنا كلمة disappear معناها lost مفقود. Become old and worn. قديم وممزق. On the table على الطاولة. Changed colors. كل الثلاثة دول برضو يعني اللي هيكون فاهم كلمات أو عنده محتوى كلمات هيحس إن الإجابات سخيفة يعني it's not يعني like a real test يعني. الكلمات شويه مش 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 صعبه، بس انت محتاج انك تكون عارفها، ومحتاج انك تكون مدرب نفسك على الاستماع، لان احيانا ممكن تكون عارف الكلمه بس ما قدرتش تسمع السؤال فما ما عملتش اي شيء. يعني nothing، يعني انت المحصله زيرو. هنا they are lost. Lost اللي هي معناها هنا مفقود، لانه مختفي فهو مفقود. اوكي؟ okay. After that, Jed or Joe and his friend went out to eat. الاجابه مش صعبه. Went out to eat. خرجوا ليأكلوا. طب لما هم خرجوا للأكل، خرجوا لتناول الأكل أو لتناول العشاء أو لتناول الغداء، يبقى هنا ate food at home، أكلوا في المنزل. Ate too much food. Ate at a restaurant. They ate at a restaurant. They ate the wrong food. هي خرجوا فمعناها at a restaurant. So when you find that went out to eat, the best choice that you can do is they ate at a restaurant. Restaurant اللي معناها مطعم. Okay, after that, this book is a reprint of an old book. وده سؤال برضو مكرر كتير جدا. كلمة reprint معناها معاد طباعته، يعني مطبوع أو معاد نسخه، يعني منسوخ من كتاب قديم. من old book. عندي هنا original book. The original، هل هو الكتاب الأصلي original book؟ Completely new، هو جديد 100%؟ No. هل هنا has been in my family several years؟ No. It is the same as the old book، يعني نفسه نفس الكتاب القديم. It is the same as، or this book is the same as the old book.
لانه ريبرنت يعني عندك تو بوكس، كتابين، هذا الكتاب الاصلي وهذا الكتاب المنسوخ منه، يعني نفس الشيء نفس الطبعه. It's the same as the old book. This one here, the insulation on the wire was damaged. What was damaged? ودي شرحناها أكثر مرة قبل كده، بس هنا جابها لي كلمة insulation معناها العازل الموجود على الواير اللي هو السلك. Was damaged، خرب أو فسد يعني. What was damaged? The fuse, the covering, the copper, the plug. جاب على طول the covering، وممكن يجي لي في أعباء أحيانا في بعض الاختبارات the wire is not insulated. يعني إيه the wire is not insulated؟ يعني السلك غير معزول، معناها is not covered. هذه الإجابة is not what is not covered. Okay good. The next point, Bob slept in the open. Where did he sleep? يعني هنا أو where did he sleep? I'm sorry. In the open معناها في مكان مفتوح مكشوف. عندي هنا أربع اختيارات، منهم اثنين يعني هنستبعدهم تماما. Upstairs, downstairs. في الطابق العلوي في الطابق السفلي. I don't care about that. لكن هنا عندي كلمة outside أو inside. فهنا الإجابة الصحيحة هي كلمة مين؟ Open اللي هي معناها outside. He slept outside يعني في الخارج في مكان مفتوح. Mr. Smith will train Lois for that job. هنا كلمة train هي الكلمة الكي انسر. train معناها يدرب. فأقول هنا أحمد will train for example Lois for that job، سوف يدرب. عندي هنا thank يعني يشكر. will take her to it، no. will stop her from doing it. will teach her. teach هنا اللي هي معناها يعلم. equals the word يدرب. both of them are the same. So هنا Mr. Smith will teach her. Mr. Smith will train her. نفس الفكر نفس المعنى يعني. So it is the same meaning here in this part. Okay. After that, let's go for the next point. Yeah, I asked captain for some off. I asked the captain for some time off. But I was rejected. السؤال هنا شبه واضح جدا جدا جدا. احنا خدنا كلمة approves وهنا كلمة turned down. turned down معناها تم الرفض. يعني الكابتن رفض انه يعطيني بعض الوقت بدون عمل. اللي هو some time off اللي هو الراحة يعني. I was drilled around. Request was rejected. This is the right answer. My request was rejected. فتحفظ كلمة reject مع كلمة turn down مع كلمة تانية اللي هي كلمة refuse أو refused اللي معناها رفض. نفس الكلام برضه. refused معناها مرفوض أو رفض. reject معناها رفض أو رفض. عندي هنا كلمة turn down معناها رفض أو رفض برضه. My request was turned down means my request was rejected. Here, there is a shortage of food. كلمة shortage من الكلمات المشهورة. تيجي مع كلمة shortage of food, shortage of money, وتيجي مع كلمة time في الاختبار. فهي مكررة مع أكثر من نموذج أو مع أكثر من شيء. فهنا if I said there is a shortage of food معناها في قلة في الطعام. اللي هي there is a very little food اللي هي هنا. لو أنا استخدمتها مع money there is a shortage of money معناها ما فيش فلوس أو في عدد أو في little money. There is a shortage of time معناها not enough time or a little time. فهنا بنستخدمها مع الثلاث أشياء دي اللي هي food أو money أو time للتعبير عن القلة معنى قليل. The next question. Tools should be protected against moisture. Yes, that's it here. Moisture معناها رطوبة. What should they be protected against? عندي هنا كلمة dampness هي الإجابة الصحيحة. Oil and grease, improper use, dry weather, no. So the correct one here is dampness. So when you just find this word here, moisture, what you need to do is to choose the word dampness. عندي هنا السؤال ده بيجي بحالتين. عندي هنا كلمة moisture. عندي كلمة dampness. وعندي الكلمة الأخيرة اللي هي كلمة humidity.
الثلاثة تقريبا بيجوا بنفس المعنى. اوكي. Why did the welder use goggles? The welder is someone who uses fire to hold two things, two metal together. Why does he or why did he use goggles? وجوجلز استخدمناها في أكثر من quiz. Yeah, that's it. This is the meaning of goggles. Yes, اللي معناها نظارات أو أشياء واقية للأعين. So to protect his feet, to protect his hands, to protect his hearing, to protect his sight. Sight هنا اللي معناها البصيرة أو البصر. هنا he uses goggles to protect his sight. Okay. Okay, so this is the last question. I hope that you have enjoyed watching this video. دعما للقناة، في ريبورتات كتير على القناة بسبب المحتوى. دعما للقناة، أتمنى منكم الاشتراك بالقناة وترك أي كومنت أو أي تعليق أسفل الفيديو لنرد عليه في الفيديوهات القادمة إن شاء الله رب العالمين. أشوفكم على خير، مع السلامة.